النفخة في دونس مربوطة كان بالراجل. علاش؟ فهمتش علاش؟ طول المساواة بين الراجل والمرأة، المرأة تخدم ولات أكثر من الراجل، الراجل يمشي له شي خدمة ما يلقاش وقت اللي المرأة تنسويه تخدم، نسيو له يخدم أكثر من الرجال، نسيو يسوقو كراهب أكثر من الرجال، فماش علاش باش الراجل يولي يدفع نفقة والمرأة ما تدفعش نفقة. والقانون اللي دخل الراجل عبس على النفقة زاد قانون غلط، حسوا اش معناها دخل الراجل على النفقة؟ اش معناها الراجل يكون مات راش يعني موظف بطال لبس عليه مسكن معناتها امريكي العاقل يحب صغيراته تحطه في الحبس على النفقة؟ علاش؟ شنو نعملوا معناتها؟ لا كيستيون كي سوبوز اكوا سير؟ دخل الراجل الحبس واش عمل باش يخلص في النفقة كي دخل الحبس؟ ولا معناتها امه مش مشي تبيع وتجيب لكم تخلص لكم النفقة باش تخرجوا لها ولدها؟ يا حرام حتى عند ربي حرام. أنا نعرف الحبس معناتها يشدوا اللي يسرق اللي يقتل اللي يبراكي اللي أنا مش نفقة دخلوا الحبس عبد يبدا نظيف معناتها في الحبس يجيك النوم وترقد ومرته يجي النوم وترقد سبب والله ماذا بينا نوصلوا لحل معناتها في تونس لقاو حل إنه كيما عملتوا المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء في الحقوق والواجبات مساواة في كل شيء حتى في النفقة حتى المرأة كما تخلص شد الحبس ولا نحيو الحبس فرد مرة ما يشده ولا تشده هي ما عجبهاش عطيه صغار ويصرف تصرف انت مرة وصرف على روحك ان شاء الله نلقاو حل انه الراجل ياخذ حريته ويرجع ياخذ مكانته في المجتمع دونك لازمنا برجولية نعملوا ثورة أخرى على حكاية قانون النفقة والقرار والحضانة زادة معناتها دور كبير أنه معناتها أنه المرأة تحرمه من الصغار أنه الحضانة تتعدى أوتوماتيكمون المرأة علاش؟ كيما المرأة تحب صغارها راه الراجل يحب صغاره كيما المرأة تخاف على صغارها الراجل زاد يخاف على صغاره ومش أي مرأة مرأة ومش أي راجل راجل وأنتوما تعطيوها معناتها حاجة أوتوماتيكمون الحضانة ما عمرو الصغار شوفوا المرأة عندها تسحق الحضانة ولا ما تسحقش والراجل يسحق ولا ما يسحقش لازم تعملوا معناتها كيما نقولوا هيئة لا يبن شيء هذا فيها اختصاص فيها طب نفسي فيها حاجات هكا باش يشوفوا يعالجوا الصغار يحكيوا معاهم ويشوفوا مع شكون يحبوا يقعدوا هكاك بعد يسيب برا دخل الراجل الحبس وطي الحضانة الغادي كاد ايش بيكم دوماج بالحق معناتها صحيح وصلت على الاخر معناتها يقعد يخدم على خاطر عبيد يقول الراجل عبيد باش يصرف ويمد لها وهي برا لوج عليها وين عايشة وعلى شكون تصرف والفلوس هذوك من دراها تصرف فيهم على صغارها ولا فهمني برشا حاجات ان شاء الله رجال تونس كل كاي يتوحدوا ونشوفوا نلقاو حل ونطالبوا بحقوقنا كما الناس كل كاي وان شاء الله اي راجل في الحبس على النفقه يخرج خاطر حرام خاطر ما تجيش خاطر قانون ظالم خاطر قانون تافه واحد معناتها يعمل مستحيل على خاطر صغير هاتو يروح للدار باش يجيب منهم كل لعب يجيب لهم كل الواحد يتحرم منهم جملة وشنو زيارة نهار الحد انت تحدد لي وقتاش نشوف صغاري